تسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور اي اف ام أحلى راديو. مع أمين جلنزا. ماضي 3:04 دقائق على FM مساء النور. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور ماكس حلقة 6/12 ديسمبر 2020 نفس الموعد كل نهار سبت ماضي 3 للـ5. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا في كامل أنحاء الجمهورية. تحية للي يتابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو FM الباج FM سبور والاي اف ام تي في في بث متواصل 24 على 24. حلقة خاصة مع ضيف كان عنده تجارب تدريبية عديدة سواء في تونس أو خارج تونس, درب المنتخب الترجي النجم نادي حمام لمف مع تجارب خليجية عديدة. باش نحكي وزاد على الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى, لغز ملعب 15 أكتوبر في بنزرت, قميص النادي الإفريقي الجديد وتجربة مدرب ناجح في أوروبا, مدرب تونسي. ما تعودناش برشا على تجارب ناجحة المدربين التوانسة في القارة الأوروبية ومدرب أهل الدور الثاني من الأوروبا ليغ. هذه سبور ماكس, مرحبا. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع إيمان جلاندا. كون معكم من جلانزا في الميكرو, قيس في الإعداد, بجة في الإخراج وسليم في الإي اف ام تي في. قبل ما نرحب بضيفي الحاضر معايا اليوم نرحب بالفريق الموجود معايا في البلاتو اليوم, نجم البلاتوات التلفزية والإذاعية وقاعات الرياضة زاد اللاعب الإفريقي الترجي والمنتخب السابق خالد المولي. مرحبا وبيك أمين بالسادة الحضور سادة المستمعين. لما حال أنت راك نجم قاعة الرياض أنت جماعة هذه بالحق. وي مستوى عالي ونيفو. فما واحد يترنى 7 سوايع في النهار ما كان كان أنا 3 ديلي ترنى صباح مسار ولا شيء في صار من القلق من القلق حاضر في جوز أولمبيك حاجة قول لي بركش نلعب بركش نلعب ما زدتش توقف ليه تنجم ولا كيف زاد ما شاء الله ما شاء الله مية سالة بركة ملك ملك الميركاتو والسوق الانتقالات في الخليج العربي وفي تونس وفي أوروبا. ضيفنا زاد نجم أكدنا أنه محمد سلامة هو ملك سوق الانتقالات في العربية السعودية وفي الخليج. وسام محمد سلامة مرحبا. مرحبا بك أمير, مرحبا بجميع الحضور. كيف الحال محمد؟ الحمد لله واقفة تو لا ميركاتو ولا حتى شيء, حضر الجونفي أو فيسع فيسع سي آخر جونفي يبدأ الميركاتو. صاحب الحوارات المثيرة للجدل, شعبيته في تزايد في الجنوب في الشمال في الوسط, طارق العسادي مرحبا. مرحبا بك أمين وفيك الصحة الحرفة علينا بيجي في بيوات معناتها اليوم رجونا ما يسالكاش معناها أنت يلزمك بيفوز هذا كيف كيف بدأ بيوات أنا كاسح ما يلعبوكش سلامي دونك نفهم بلي قداش عندك ما مارستش الرياض الرياضة لا في العيد الكبير كورت في الجرف في حومتي غادي هذي العيد الكبير رو في أوترا هي نحن فيك وهبطت تصاور ومواقع تواصل الاجتماعي كل البارتاجي وتصاورك حسيل كواجه كواجه بحرية ثلاثة مدربية ثلاثة ملعبية ومدرب ما تنجم نولي روح باه ما نشوفه نشوفه أنا استناونا. الفنان صاحب الساق اليسرى السحرية لاعب الإفريقي والملعب التونسي السابق أسامة سلامي مرحبا. مرحبا أمين وصحة المريو عايشكم والله قديم والله شي جبانه صح لا ذي بوب راه رد بالك لا مش تبع تونس هذه تبع المليارديرات اللي كيف فما في تونس علاش ليه موجود موجود. ضيفنا اليوم مدرب المنتخب السابق درب زاد المنتخب الاولمبي الترجي النجم نادي حمام لمف من الاجانب القلائل اللي توجوا بلقب في العربيه السعوديه المدرب عمار سويح. مرحبا. مرحبا بك وسعيد نكون بين حضور نخبه معنا سواء كان اعلاميه او كلاعبين المسؤولين في الوقت الحاضر وفي البلاتو نتاعك ما شاء الله نعديو معناها دردشة باهية وسويعة يعني نفيدوا فيها الشهداء المستمعين. أنت ثاني مرة تحضر معنا سي عمار هوني في اف ام ولا أول مرة؟ في بالي أول مرة أول مرة أول مرة سي عمار به كيف الحال سي شنو الأمور؟ في ظل الجائحة هذيا الكوفيد اللي قلبت لنا حياتنا الكل. والله غالبا في هذاك الواحد بطبيعة الحال نظرا للسن وللظروف اللي يمر بها الواحد في كل المجالات فلابد باش نتعامل معها وناخذ الاحتياطات اللازمة وإن شاء الله ربي يبقى الستر على تونس وعلى البلاد نتاعنا وعلى كافة يعني الشعب التونسي من الأمور هذه
على كل حال هذاك هو اللي يقدر به ربي نقبلوه احنا الاطلاق. لاباس لاباس ان شاء الله لاباس، انا ماخذين كل الاجراءات والاحتياطات اللازمه وماشيين بالبروتوكول الصحي ان شاء الله. زاد اللي يلعبوا واللي كوروا ماشيين بالبروتوكول الصحي اسامه، شوفوا انه ماناش ماخذين نفس الاجراءات ربما اللي في الدول الاوروبيه لحد الان، ماخذين شويه اجراءات لكن مش كيف كيف. ما تنجمش تلوم يعني الامكانيات كالرياضه كالسياسه كالوضع العام كل شيء يعني. ما فيها ذاك وكا فيها ذاك وربي يستر. وين السيد عمار السويح في الفترة الأخيرة؟ الظهور الإعلامي غايب على بلاتو تاسعة سبور مثلا، علاش الغياب هذا سي عمار؟ والله الغياب نظرا للوضعية هذه بالضبط، معناها أنا في بالي معناها باش تقف البطولة ويعني يحتمل البرنامج، ف اتفقت أنا حتى اليوم برك اتصال بي أنا وبين الأخ عادل البهلال، فقلت له أنا نخير معناها في الظروف الجائحة هذه وكله كذا، عندي يعني أموري الخاصة الصحية، نحاول يعني نحتاط أكثر ما يمكن، فخيرت باش معناها أبتعد معناها في الفترة هذه الكل، وكان يعني مساج واضح بيني أنا وياه، قال لي معنا عمار في كل وقت، في كل وقت تحب ترجع نتز تليفون وتكلمني يكون بيناتنا اتصال. داير بارح اللي طلبني في نفس التمشي، بون عشان أعطيت الكلمة وكله كذا وجيت، بون باش نظهر مرة ماهوش مشكل، أما باش نتمادى بوتيت الفترة هذه، وعندي يعني أموري الخاصة ما تسمحليش معناها باش نكون متواجد معناها باستمرار ونتنقل باستمرار في عدد من الاماكن في الفتره هذه، نظرا يعني كاحتياط مني بريفونسيون معناها من الجائحه على الاقل، ما فماش يعني اي خلفيه، ما فماش حتى اي حاجه اخرى. مهنه المحلل كوتش كيفاش لقيتها؟ تكون مدرب ان اوم دو تيران تولي محلل، كيفاش تكون الترانزيسيون بين الزوز؟ وهو للامانه الموضوع يتطرح لانه نظرتي للكوره انا نظره يعني اوتر كو، ما نحبش فيها البوز، ما نحبش فيها معناها نحب نكون معناها وسطي مديري في المداخلات نتاعي، وفما حتى اذا كان فما نقد نحب نوصل الحاجه يعني فيها اصلاح وفيها نقد، لكن فيها نعطي راي مثلا توا كسوا بالنسبه للجوار ينطبق حتى على المدربين، ينطبق حتى على لما مدرب مثلا يوصل في وضعيه يعني يعمل كارير ويخدم يوصل في سن معين ربما لظرف ما لعدم توفيق في النتائج لظروف معناها بدنيه لكذا يحاول يحب يبتعد مثلا على الملعب على الميدان على التدريب اليومي كل يوم. في تونس ما عندوش مجال يشد دارو يسمع اكس، في وقت اللي الامر يتطلب باش الخبره الميدانيه هذيك اللي عمل والكلام ينطبق على الملاعبيه زاد الخبره الميدانيه هذيك اللي مر بها لابد باش تكون عنده امكانيه باش يدخل في مرحلة ثانية، مرحلة أخرى بعد لابري كارير نتاعو، كيما نحكيو على لابري كارير نتاع الملاعبي. المرحلة الثانية شنو هي؟ هو باش يكون فما تكوين، صحيح عندي خبرة، عندي أفكاري، عندي أشياء معناها متمكن منها، لكن باش تدخل غمار حاجة أخرى، اللي هي نجم نقول الإدارة الفنية في الأندية أو الإدارة الفنية، لو كانت الهيكلة نتاع الإدارة الفنية نتاع ستكتوري بلدا بلدا، فما إدارات فنية جهوية في الليغ الكل. كل إنسان معناها ينجم يلقى تكوين معين. يخول له باش يكمل المسيره نتاعو في سيره اخرى في جانب اخر يقدم به الاضافه للكوره. نفس الشيء للملاعبيه وقت هو يبدا يكور ويوصل براتيكمون في اخر نهايه معناها المسار نتاعو مازالوا له عامين ثلاثه من المستحسن كان ثم المساج يتعدى للملاعبيه الكل. شناوي تعمل؟ شناوي تحب تولي مسؤول؟ جيستيون كارير تحب تولي مدرب؟ تحب تولي مسؤول؟ تحب تولي كذا؟ كل واحد والميدان ثلاث سنين هذوكم وهو يتعاطى في اللعبه كره القدم ينجم يجهز نفسه. يحضر في التمارين تاع الكادي تاع جونيور او كالمدرب اللي قدامه ياثروا كان يحب مدرب اذا كان يحب اداري ياثروا وهكاك دو تيل سورت اللي يكمل كاريرو ما يلقاش فراغ ما يلقاش فتره فراغ يخدي يلوج على روحه وباش يعمل الشهيد نتاعو يعمل كذا ماذا بيه الشهيد نتاعو يعملهم وهو مازال يخدم باش هكاك فتره الفراغ ما تطولش ويكون بناء مصيره بناء معناها الكاريير نتاعو من جوار يلقى روحه ديريكتومون في وضعيه معينه يخدم بها ويفيد فيها خاطر الميدان اللي يخدمه هو ذاك لما كان لاعب هناك مكاسب خذاها هناك تجربه خذاها اكيد صحيح فما عامل الثقافه وكذا حتى عامل الثقافه ينجم يتغلب عليه معناها بالتكوين نجم خاطر ممرن يحب يتعلم ينجم يتعلم حتى بالكلام بالداجه مع 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 مدرب معناها في جينيور في كادي وفي مينيم باش يعرف معناها اش معناها سيونس دونترينمون اش معناها كذا الى اخره ويعمل ديمونستراسيون الى اخره دونك ثم عده عوامل احنا نفتقدوه ما تطلبش فلوس تطلب اون باسيون معناها اللي يسير في الكوره يكون باسيوني وينجم معناها يسير بالامور هذه هذه من الحاجات اللي تخلينا نلقاو بعض لاعبين ما يعرفوش مصيرهم شنو بعد ما يزفر بعد ما توفى معناها يحط ساكو في الاخر في الدار
نلقاو مدربين كما سميت لك انا كي نحكي مش هكا على روح انا الحمد لله معنا نجم نعيش كما نحبانا لكن علاش واحد يخدم 30 سنه و40 سنه بعد يلقى روحه ما عندوش مجال الا بد تفتح له افاق باش يتكون كاداره فنيه ككونسيي تكنيك سميتها انا مسؤوليه الجامعه هذه هي 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 مسؤوليه الناس كل نجم لا لا في نتاع الشخص بيدو زاد موجوده بالاثنين في الحالتين لكن احنا باش تكون الامور معناها واضحه اكثر لازم يكون الميساج جينيراليزي يعني تعدى الميساج للناس الكل كيما اللي في بنزرت كيما اللي في بنجردان كيما اللي في تونس كيما اللي في دونك هذوما الحاجات اللي وهي اختيار مش مع شيء اجباري اللي معناها مغروم يحب يواصل في المنهج هذا يواصل واللي مش مغروم يعني هذا معناها التوجه اللي معناها نحب نحكي فيه معناها في الكوره وهذا الشيء اللي يخليك انا نجم لو نخدم في جمعيه نجم الصبح الجمعيه نمشي لاني غدوه معناها ناخذ مركز لكن ماهوش من طبعي لكن صعيبه شويه زاد سي عمار تعرف علاش خاطر انا بحكم يعني خدمت حتى ابري كارير تاع الفوت خدمت شويه يعني كمسؤول يعني مسؤول يعني مدير رياضي فهمت اللي المسؤولين في تونس يخافوا من 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 الناس اللي عندهم شخصيه فهمت وهذه خلينا نكون واضحين فيها لو انت ريت سي عمار تو لو تقول انا نحب الراني مثلا نحب نشد ديريكتور تكنيك في النادي الافريقي نتصور فما فئه باش ترفض الحاجه واحده بركة اللي كونوا يعرفوا اللي سي عمار ما نجم يدخل معها حتى حد ولذلك هذا الاشكال تو الموجود في تونس خلينا نقولها بصراحه يعني فما ناس في الميدان نتاع كره القدم سواء لاعبين قدم سواء مش اللاعبين كل ديجا سواء مثلا مدربين يعني محنكين كيف كنت مثلا يجيك مسؤول يخاف يقول لك انا توسي عمار ما نجمش بعد نفرض عليه نقول له راهو هذا راهو بارون صاحبنا خلي كذا نعرف مثلا سي عمار ولا برشا متفقين متفقين انه ديما فما مشكل مع الملاعبين القدامى وحتى اللي عندهم لا نعمل فاصل ظريف باش ما نحتكروش مع الحوار بيناتنا هو راهو العمليه نتاع اللاعبين القدم والمسؤولين هي مشتركه حتى اللاعب حتى انا حتى حصل لي بوم مش سلي نسميه عادل سليم في وقت من الاوقات دخل الكلوب حكيت انا وياه خاطر انا بطبيعتي لما نلقى لاعبين قدامي او مدربين باش يبداوا لابد نحكي معاهم ونعطي وجهه نظري نعطي بعض النصائح قلت له عادل راهو هذوما مسؤولين شدوا الكلوب الامريكان هذوما رام توا هما سوسون معناها لي باترون يعني هما لي باترون انت صحيح دارك الثاني راهي الكلوب الامريكان انت زدت تيتروات انت عملت ما تظهرهمش بنظره اخرى اللي تكبر عليهم معناها لو كنت عاملهم بالمعامله هذيك مره اثنين ثلاثه اربعه ينفرك صراحه باش نبداو واضحين ينفرك دونك لابد باش يكون فما انجست اكيليبر في التعامل كل سوا من طرف المسؤول كل سوا من طرف الملاعب يعني علاش قلت خاطر هذا ستاندي با معناها طويل شويه باش تلقى معناها اثنيه وتنجم معناها باش ما نختصوش معناها الحوار بيني وبينك معناها لازم فما تكافؤ معناها بين الاطراف الكل وفما لغه الحوار نمن بالحوار فماش حوار ما نجمش نتيجه اكيد بناء قبل الفصل سؤال اللي كنت سي عمار بناء على تجاربك الاعلاميه ما مدى تاثير الاعلام في مصير الجمعيات في مصير المدربين في مصير الملاعبيه زاد ساعات موجود لانه فما ساعات مش ولات بصراحه كي نبدا نتفرج نشوف فما كانه فما ماكينات معناها تخدم معناها ماكينه معناها حتى في التعليق نركز على الملاعبي هذا نركز على الملاعبي الاخر نركز على اللي يهز له الكوته مثلا الملاعبي موجود 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 ركز على ملاعبي اخر ركز على مدرب نركز معناها ديما نحكي وانا سبق لي وديما نعاود نقول راهي مسيره مدرب ماهيش شهر ماهيش خمس سنين ماهيش حتى 10 سنين ماهيش لالي ماهيش اون سيزون راهو سي ان باركور طويل معناها العام الاول والثاني والثالث وفيه فيه وفيه معناها فيه اخفاقات وفيه نجاح حتى يتكون معناها شخصيته وتكون التجارب نتاعه ويكسب معناها من الخبره باش يخليه يتعامل مع الميدان هذا. تحس روحك تظلمت اعلاميا في والله لا ما نحبش انا لغه التظلم لانه ما في الاخر بكل نقول انا تفرض روحك لما العمل نتاعك بون العمل مش بتاعي انا لانه نجي في ظروف باهين في وضعيات معناها ملائمه في اداره باهيه في مسؤولين باهين امكانيات نتاع ملاعبيه معناها باهين فبطبيعه الحال كي تخدم تلقى نجاحات وباش تلقى زاد كيف فشل فما نحبش نتعامل مع الاعلام كونه ظلمني والا عملني وعمري اطلاقا هاو نقولها عمري ما هزيت تليفون وكلمت واحد تشكيت له من اي تصرف ما اذا ثم حد هزيت تليفون وطلبته شخصيا باش اعربت له على الغش نتاعي والا لمته على حاجه عملها ينجم يتدخل الا في حاله واحده اذا كان كلمني نجم نعمل له فيرجول
نقول له كذا وكذا ما عاد الوقت الفاصل ولا امين شنساس الحكا وانت لما حاله اللي تحكي فيه منطقي وعقلاني جدا لكن زاد سي عمار وانت اكثر مني خبره وكل شيء مكسوب البرشا على امين خليني نتعمق معك اكثر انا حتى في تجربتي المتواضعه نذكرك وقت اللي اخذ في المنتخب اولمبيك ظهر لي 2008 2009 في له حوار زاد مش له حوار لا هو غرس تقاليد يكون حتى خالد خدم معاه وقتها كونفرنس افو ماتش هذاك هو دونك دي تال فاسون انت مسكر الباب حتى نتاع احنا نعيشوا بالاخبار وبالمعلومه زاد باش نكون طرف مقابل نتاعك سي عمار بالحوارات انت كنت معناتها فما شبه صد كامل وانا نحترم سياستك الاتصاليه وهذا يمكن ما بين قوسين بعد حتى كي جات الانتقادات في ديسمبر 2016 وقت خرج من الترجي رغم ان النتائج متميزه جدا ما لقيتش حمايه اعلاميه تاكيدا لكلام امين خاطر هي معاملات ابريتو ما بين سبورتيف والصحفيين هذا ما نجمش نكروه انت كنت دير شويه وتيتوس يا عمار هذا عاد عاد نقول لك علاش انا وقت جات الترجي بعد ما عملت 10 سنين اونتركوبي في السعوديه شنو ما تاريخ العمل اللي فهم كونفرنس دافون ماتش كونفرنس دابري ماتش هذوما الحاجات زون ميكس للملاعبي ماشي حتى المسؤولين احنا تشوف زون ميكس استعملوها للمساعد والبريباراتور فيزيك اتسيترا وكذا وانت متعب الوغ كو هذاك احنا نمنوا بالفيفا ومشاريع وقوانين وكذا هذا المعمول به تقعد الاخرى كما قلت انت معاملات صدقني يا سي او خالد يعرف الا نعطيك حاجه اقسم بالله شارلو ثاني في الترجي شنو تحب نقول لك نحط في الساك تليفون يضرب نحل باب الكهرباء تليفون يضرب نسوق تليفون يضرب باش نرقد تليفون يضرب هذيك اضواء نجوميه تحملها ليه مش ليه مش عارف انا راهو مهنه مدرب مهما كان نون بارلون با في جمعيه كبيره راهي ماهيش حاجه هينه راه بالطبيعه ماهيش حاجه سهله اذا كان انا باش نجيك الانرجي هذيك صدقني والله العظيم ما نعرفش شكون ما نعرفش انت ولا ما تصورني انا كل يوم كل يوم كل يوم انا باش نحل باب الدار نحط الساك ونحطها في المال والتليفون يضرب مش ماهيش انا مش حاضر راه باش نحضر سيونس دونتريمون باش نقبل بساعتين وباش نحضر سيونس دونتريمون بور اوريشير لا سيونس نتاعي وباش نوصل المعلومه للملاعبيه وباش نحطات هذا يلعب وهذا ما يلعبش وتحكي معاه وكذا وانا باش نحكي على اثنين الحوارات معناها اللي تصير بالتليفون وكذا والله اعلم شو يخرج عليها بعد ونولي نقول لا خرجت من سياقها وتعرف انت العناوين كيفاش تسوقها كيفاش تبيعوها نحكي تلقى الفون مكتوب نوع وتحط لي التيتر نوع وانا راني في جمعيه في 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 في, في مناخ في تونس سوسيبتيبل اي كلمه نقعدش دونك نتحاسب على الكلام اللي نقوله واخترت عملت الخيار هذاك عملت الخيار هذاك تفاديا للاشكاليات وانا كي نعمل اختيار راني نتحمل وما عملت حتى حد ورايا باش يدافع عليا وما طلبت حتى واحد يدافع عليا فهمتني تحملت مسؤوليتي خدمت على روحي بعد ما اللي يصير يصير هذاك هذاك هو هذاك هو مصير خدمتي فهمتني دونك هو ما هو بالعكس لو كان عملت ناس على ناس نجم تلومني كان تقول لي انت ما عدي ما عملتلكش انترفيو عملت لواحد اخر نجم تلومني انا نجم نقول لك سميته البارح ها اش 25 سنه نحات على الحكايه هذه زوز من الناس الصحافه اشت 25 و30 سنه قطعت العلاقه بيناتنا على الحكايات هذه سي عبد الوهاب واحد منهم خاطر هو يشوف يقول لي انا اقرب الناس لازم تعطيني وانا نقول له انت اقرب الناس ليا لازم تراعي لي ظروفي لازم تراعي لي ظروفي مانيش في حاله مريحه باش نعطيك لك انت انترفيو والاخرين لا وتقطعت العلاقه اطلاقا من وقتها لليوم من وقتها لليوم تقطعت يوم كور بلوس تقطعت كتبوا كيما حب ما زيش تليفون وكلمته ما نلومش بصحته اللي كتب بصحته مازلنا مواصلين في حوارنا مع المدرب عمار سويع بعد شويه باش نحكيو على فتره الترجي باش نحكيو زاده على عديد الملفات منها ملف هلال الشابه والجامعه التونسيه لكره القدم فاصل صغير وراجعين. دايرين اللي معاه في غاسين كاري جونيور من 7 لـ 8 متاع الليل عيشوا المزيكا مع اي اف ام ستوديو ترب. كريم كوكي رفقكم من 8 لـ 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور اي اف ام أحلى راديو اي اف ام اليوم السبت من مالي ساعتين المطلثة جيهان بن عبد الله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبيونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من 7 لـ 8 متاع الليل عيشوا المزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من 8 لـ 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور EFM أحلى راديو EFM
اليوم السبت ماذي 23 دقيقة لفيم هذه سبور ماكس. مازلنا مواصلين معكم حتى للخمسة. ضيفنا اليوم هو المدرب عمار السويح. قبل ما نرجعوا ضيفنا اليوم خطوبة صديقنا محمد عرفاوي بطل العالم في كيك بوكسينج وبطل افريقيا. محمد عرفاوي الكوتش بتاع اسامه السلالي ان شاء الله مبروك عليه. ترى انا عنده وانت تلبس في المريول تاعو سبونسور في اللي فاهم اللي تقول انت اللي ما فاهم في حتى ببليسيتي المريول. لا ما في المريول نتاع الصاله ذاك. اوكي تحيه لمحمد عرفاوي والسميه نقول لهم ان شاء الله ان شاء الله مبروك صديقنا محمد بطل افريقيا وبطل العالم في الكيك بوكسينج. نادي الافريقي متفوق على مستقبل بدرجيش 1-0 نلعبه في دقيقة 62 المباراة. قلت نلعبه مش يلعبوا. أيوة. شكون لا نلعبه في دقيقة معناها في الماتش نلعبه. نلعبه قلت نلعبه 62 ملعب المنزة حالة رثة نشوفه في الحالة بتاع الملعب. بون سبت شتي أنا شفته عن قرب ملعب المنزة في انترفيو علي بن ناصر منذ أسبوعين في ملعب المنزة. برشا حفر طارق حالة يلعبوا فيه اللي يلعبوا فيه الدورة على ماتشات كله. لا لا بول في رادس وبول في بول في رادس وبول في ملعب المنزل. نقطة استفهام ملعب المنزل الأرضية حقيقة ماهيش بتاع كرة قدم. بوم عشتي كي يسير كي البلاد الكل يعني ما تنجمش تلوم البلاد الكل. شديت انت كي البلاد الكل ملي دخلنا كي البلاد الكل خاطر انا ندور في الشارع مش كيف كنت خويا لوكس من الصالة لل اعطينا رايك اعطينا رايك خالد بولي في الأرضية في الماتش في الريتم في ها دونك الارضيه تاعها ما تنجمش تحكي زاد على ماتشكم يلفو خاطر هذاك علاش الملاعبين هاجروا فما رزن فما برشا الرتاج كره ما تمشيش اي تكنيك ما صعيب ياسر باش تلعب في تيران كيف هكا لكن مع هذا فما كمان فما ريت ماهوش خايب فهمت ما نحكيوش على البطوله السعوديه مثلا ما نحكيوش على البنيه التحتيه اللي راهو فيها في الدوري السعودي الدوري المصري كيف كيف يعني هربوا بينا على مستوى البنيه التحتيه الملاعبيه كل هجروا لمصر فينونسيرمون خير كوره خير هذا حسب اللي قاعدين نراو فيه البارح تلعبوا ثلاثه ماتشات شفت التيرانات على البولوز زربي حتى الكليما هذول مانيش كيف كيف راهو نحن نصاروا على الخليج عندهم الامكانيات ابار حتى الكليما مش كيف كيف يعني نحن تو الكليما تاعنا خير خير للفلاحه لكل شيء تو كوره تو من امبارح راهي تصب حب ولا تكره يعني ما كان جات مثلا في السعوديه يسمى الكناليزاسيون شفت انا ملعب اولترا فورد مثلا تحته شنو فيه معناها الكناليزاسيون تاع ملعب اولترا فورد معناها نقزت الانجليزي خلينا نتصور هذه كانت تصب الشتاء في السعوديه مثلا ما نصورش اليوم تو مصر مصر راهو في الاسكندريه انا تو مثلا عندي حبايباتي غادي يعني عندك حبايباتك في العالم الكل نحكي لك يعني في بالك الاسكندريه راهو تصب ساعتين من زمان البلاد توقف اش معناها توقف ولا توقف راه الكهرباء تغطى بالماء احنا تصب ربع ساعه تونس لا مش تونس الكل مش تونس الكل هو فيما يخص فيما يخص الملاعب وكذا هو قضيه صعب الاساسيه قضيه امكانيات قبل كل شيء ونحكيو حتى على المناخ صحيح دونك هما حتى كي باش يعملوا المشاريع نتاعهم يعملوها اون فونكسيون من المناخ حتى كي يجيب معناها نوعيه نتاع غازون باش يحطها حسب الطقس اللي موجود لكن لو بلوز امبورطون واللي انا تجربه عشتها في نادي الشباب والا في نادي الحزم والا حتى في ريت عندهم ساعه شركات اللي لاهي بالانترتيان معناها حتى على الندوه مش على المطر في الليل يتغطى باش خاطر في الليل عندهم ندوه كبير يتغطى باش شوف مثلا نادي الشباب يجيك في المواد ديسمبر جونفي عنده دو تيران تيران تاع ليكيب بريمير وتيران تاع الجماعه يجيك تيران هذا يتسكر كل عام شهر من زمان يتعمل له لونترتيان نتاعو مش لما يحفر كل عام في الشهر هذاك هو نتاع لي جون هذاك في الشهر هذاك يوليو يستعملوا التيران فما التيران ويكريوا لبرا هذاك في شهر يحضر يتعداو للثاني في شهر يحضر في شهرين حضروا هذوك من بعد دخل فهمتني يعني فما امكانيات يتكلف لهم من 10 قداش من الف دولار باش يتعاملوا لكن ماهوش لما يستناو حتى يتحفر ما يستناوش خمس سنين لا كل عام كل سنويا يقع لونترتيان نتاعو دو تيل سورت اللي تشوف والتيرانات هذوك ما يشاركوش فيهم هذوك نتاع المنشاه نتاع الدوله ما تجي تلعب كان الماتشوات وكهو فما اونترتيان فما صيانه فما فلوس من جميع كل مثلا لليان زارينا انا مشيت للتيران لليان زارينا في منشن يسكر شهر يبدلوا الغازون ب 50000 يورو يتكلف شهر ما فماش كل المنزل تاعو عنده عام عنده عوام مش عام عنده عوام لا خوتاش لعبوا فيه المشكله اللوطه في الكناليزاسيون استفادتنا الكل بريسك تصب الماء يقعد الماء دونك فما بروبليم دو دريناج ولا ملعب 15 اكتوبر تنزيدوا نحكيو شوف انت تو الواحد الجرادانات كحل لطف تقول في واحد فهمت تما كيما نرجعوا مع ضيفنا المدرب عمار سوايح في
الفترة الأخيرة كوتش كانت عندك اتصالات وعروض تدريبية الفترة الأخيرة؟ لا ما ثماش باف سناب سورتو معناها في الفترة هذه ما تبقى تعرف ساعات بعض عروض من برا جي إلى آخره نظرا ديما نرجعك حتى للتعامل متاعي نظرا للامباكت اللي موجود نتاع الوكلاء الى اخره وانا اللي كلمني يقول جيب لي وثيقه قبل ما تحكي معايا وين باش نمشي وقداش كيفاش جيب لي وثيقه النادي مفوضك باش تحكي معايا اللي مفوضك باش تحكي باش يعني نحيك المزايدات على مين ما فماش معناها عروض والا حتى يعني تقول انت جس نبض والا لا ونطلع معك الموضوع طول هذا برشا حديث حكايه الترجي وكذا الى اخره هذا الكلام اللي رينيه في الباجيت وانا ما نصورش اللي يعرف حمدي المدب خالد يعرف ما نصورش اللي يعرف حمدي المدب جاز التليفون يقول استناني راني حاجتي بيك ما نصورش معناها ما هيش باه لصالحه هو معناها اللي يعرفه مليح منطقيا ما يقولش ما يتعاملش بطريقه ما يتعاملش كلام هذا وتعرضت للحكايات هذه وتطلع حاجه ويجيني الراجل يا اسمعني ما تسمعش كلام راه ما ثماش منها راه مش هكا راه ماهوش صحيح راه يقعد يلوج في الجستيفيكاسيون هذوما عشتهم وعاشهم معين معايا ويعرفهم وعاشهم خالد معايا ويعرفهم احنا كل عشنا في وقت من الاوقات كل جمعه انطر الجمعه هذه باش نحاها جمعه اللي من بعدها جمعه هذه جمعه اللي من بعدها وبالماتش يوم فيها فيها كذا كاوش باش نعمل شنو برشا ستريس كي تكون مدرب ترجي مثلا والله التدريب في تونس ملي بدينا في معناها خلينا نقول في الجمعيات الكبار بالطبيعه خاطر هي توا شنو هي العقليه اللي موجوده؟ نحبوا على النتيجه تلقى النتيجه ما ثماش الاداء وموجوده راهو اليشان انترناسيونال الحكايه هذه ماهيش خاصه راهو بالترجي حتى في ريال مدريد حتى في الجمعيات كل موجوده العقليه هذه نتاع الربح والخساره شق اللي باش يدافع على المدرب يقول لك خويا العبره بالنتائج والاخر يقول لك اعطيني كيفاش وصلت للنتائج بنا طريقه بنا كذا دونك الحوار هذا باش يقعد موجود وما عندوش حل ما عندوش حل بطبيعه الحال باش نحي رئيس جمعيه باش نحي 50 ملاعبي بناء على تجربتك انت النتائج كانت موجوده مثلا في الترجي الرياضي التونسي معناها منذ مثلا نهائي الكاس ضد النادي الافريقي اللي ربح فيه الترجي 2-0 حتى هزيمه كان ما خانتنيش الذاكره ونتائج طيبه لكن مع هذا تم الاستغناء عن خدماتك. بون نتائج طيبه ينجم يجي يقول لك بار اكزامبل فما في رقم مع كامل احتراماتنا لها حمام لمف وجابس وكذا والترجي ما نجموش نعمل معها ماتش نول هذه معناها موجوده معناها العقليه هذه. يشوف الفريق نتاعهم كانوا يتصوروا تصورات يقول لك جمعيه نجم تكون مخير. حق مشروع يعني شكون الفيزافي نتاعي الاداره كي نحكي مع الاداره هنالك معناها انسجام هنالك عمل الى ان جات فتره اللي فيها بلاي اوت وبلاي اوف عندنا سبعه ملاعبيه جدد انا كمشرف معناها على الفريق كي تجيب سبعه ملاعبيه جدد يا ترى نجربهم ما نجربهمش هو المنطق يقول انت يعني تجبرني ما نقولش تجبرني ثاني قلت لك تجبرني قول لي انا جبتك لازمك تشارك تعطيهم فرصه لانه جبنا ملاعبيه فيهم شوف باش نشوفهم في ماتش اوفيسيال هذا اللي صار وقت يلزمني نجرب في ماتش اوفيسيال باش نشوف الديسبوزيتيف هذا والا الملاعب هذه تتاقلم مع الملاعب الاخر والا لا اتسيتيرا بون في بعض الاحيان النتيجه ما تمشيش بون النتيجه معناها تعادلنا اقصى شيء مع النتيجه ما تمشيش فهمني بطبيعه الحال كل حد عنده الحق باش يقيم معناها المردود نتاع الفريق والتصور الى اخره وجايه بلاي اوف معناها باش تكون عمليه اصعب وماتشات معناها مشكله اكثر ربما فما نوع من التخوف الفيزافي نتاع الاداره ما كانش عندي معها اشكال الى ان وصلنا في وضعيه قوه البريسيون كانت مثلا كي باش تحكي على لي باج ما تدخلهمش برشا كانت كيما نقولوا احنا 50 50 مالت الكفه كي مالت الكفه معناها اللي كانوا معايا ولاو ضدي دونك فيها الحديث ما تنجمش تقعد انت ضد التيار وضد كذا اون بلوس الطريقه اللي خرجت بها مثاليه اما عقد احترمناه بالنسبه لي انا مبدئي واضح ملي بديت عندي عملت تجاوزات هربت مش هرب معناها حتى كيف جاتني بيريود نتاع عامين عملت فيها ست جمعيات كنت متعمد كرده فعل اللي يحكيوا فيها برشا ناس توا يقول لك شبيه الجمعيات انا كنت متعمد لانهم يتعصفون رديت فعل وتعصفت واللي يعطيني اكثر مشيت عملتها في عامين ستة جمعيات بعد ما عادش شني بلو لوكا وليت نغزل الامور اوترومون انا قلت لك هنا راني متعمد نلقى فلوس زايده تخلي جمعيه ونمشي معناها ريسبونسابل نجم نقول لك بعد وليت العقليه غير نقول لك راهو جمعيات يتعصفونا ونقول لك راهو صحيح ماهوش باهي وكذا لكن هذيك هي ما نجمش انا نجي الجمعيه نخليها ها ونمشي جمعيه اخرى بعد جمعتي معناها شنو اللي تبدل بعد العامين هذوما معناها كي العامين اللي بدلت فيهم ستة جمعيات من بعد قلت تبدلت امور علاش شنو اللي تبدل؟ تبدلت امور لانه ولات الناس كيف تحكي معك تحكي معك بقانون كيف تحكي معك يحط لك ساعه كونتراتو قدامك ونحكي والى اخره بدات مثلا في
نجم نقول لك مثلا مع المراحل اللي يحكيوا عليها برشا مدربين العامين عامين انا عديت به فما مراحل ودي الليل عامين مرتين في العامين فما حملم في دو سيزون ليتوال بون انتر كوبي سيتيرا وكذا هذوما قناعات مني على قد ما تقعد في جمعيه وستابل ظروف العمل الباهيه على قد ما الخدمه نتاعك تظهر اذا كان تبدا كونتر كوبي وقص ست شهور وثلاث شهور وكذا ما تنجحش فيها فبطبيعه الحال كسب الواحد من الخبره ومن النضج باش كيف يحكي مع مسؤولين فما كلمه ثم مسؤوليه ثم كذا خاصه لما ريت معنا مع حاج حسين بن سالم في وادي الليل نحيي من المناسبه اللي بالنسبه لي انا نجم نقول لك علمني هو توا مسؤول كان معناها سوبورتير ان فري سوبورتير ستاتيونيزيان فاناتيك ستاتيونيزيان وعاش البريود تاع اندريا جي في الستاد ورجل معناها اداري معناها يخدم في مركز عنده منظوريه وعنده عرفاته دونك جيستيون نفس الشيء بالنسبه للممرن عندي هو عارفي وعندي لي جوار هما المنظورين نتاعي فعلمني حاجات اللي ما قريتهمش خاطر انا كي خرجت من سبور اماتور من طبربه تعديت لواد الليل واد الليل في جينيور ما خديتش سينيور ولات لي واد الليل مرحله اخرى مانيش اونسيان جوار كبير ما ماش كبير كبير لعبت في طبربه ثروازيام ديفيزيون اتسيتيرا وكذا وقريت الى اخره ولما جيت معاه علمني جيستيون علمني ما انا كنت مش ماستر كما تحكي انت دقيقه بلا روح الكارت تخرج في الوقت تخرج في الوقت هذه ما هو ما كانش المراكيكة عنده أنا مساج واحد من مصر واحد من ريانا واحد من كذا معناها لقينا صعوبات وبرشة بيناتنا للي وصلنا باش ما نطولش برا خويا لوتيل تو جامعة كتجيك بوليفيتي معناها وعلمني برشا حاجات في جيستيون معناها ما نخجلش منها كيفاش نحكي مع الملاعبية كيفاش نعمل كيفاش كذا لي سانكسيون أنا ديما نسكي نقص قص قص يجيني في الريونيون شوية فليكسيبيليتي يطيح لي كل شيء في الماء يعمل اجتماع بعد يقول لهم هاكا المدرب نتاعكم يحبكم البريم هذه الكل فسخها لكم نحاها لكم يعني مخليه ما نجمش نتكلم باش هو باش يحبب ملاعبيه فيا معناها كوم كوا اتسيتيرا دونك بالوضعيات هذه الكل نكسب معناها في الخبره وفما الكلمه وفما كذا وفما مواقف الى اخره ومن وقتها معناها شدينا استديت ثنيه وليت نتعامل بالمنطق هذا ما نقدرش حتى نعرف معناها اللي نحاني لسبب نقول انا الفريق عنده الحق خاطر علاش وراه قاعده جماهيريه وراه كذا وراه كذا وراه كذا لو انا باش نخل به ريت اظن اللي حكيت عليها مارتين اظن هذاك من ندخل في بيت وحدي ونسكر على روحي الباب خاطر نعرف غدوه الصحافه اللي تكتب علي هي ما دجناني كومباني في الزريقه وقتها وكذا الى اخره نعرف شو يستنى فيا نقوم 7 ونص الصباح نخرج جريده نعرف الزريقه استنى فيا نعرف انا حاضر دونك سي با فاسيل دونك الواحد باش يخلي روحه المشاكل هذه الكل ما يشي راحت باله بالانضباط والجديه الاكثر اقل باهي نرجع لتجربه الترجي تعتبر انه المدربين اللي جاوا بعدك بون نحكيو اكثر على بطوله 2017 جناو ثمار خدمتك انت كوتش بون اونتر اوتر ما نجموش نقولوا معناها ما معناتها اونترات معناها من الحاجات بالطبيعه هو شنو هو يعني فريق بناء بدينا في البني البني خالد انت كنت معناها في 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 في, في اللول وحتى التصريحات اللي اعطيتهم قلت لا راه ماهوش الترجي اللي لعب بالكاف كما الترجي اللي خذيته انا فم لاعبيه ما شاركوش كان فم قائمه تلعب قائمه لا الى اخره ونبني على على انا نشد شويه الميموار نتاعي عشان ما تخونيش نبني على التصريح نتاع رياض بنور اخر مباراه مع الاهلي هي نهار الجمعه ولا السبت ولا نهار الاثنين قال انا اليوم اول مره نشوف الترجي في الوضعيه هذه وتمنيت الحكم يزفر قبل بدرجي تلمون شاف الامور ما هيش هي بون بعد دخلنا كان ديبي خايب وتسيتيرا وكذا ورجعت الامور بدينا بشويه بشويه ولقينا لي روبير نتاعنا وتحسنت الامور وكان راهو الهدف من البدايه هو لا دوزيام بلاس كان جات الشامبيونات جات ما جاتش لا دوزيام بلاس لي شامبيونز ليغ هذا كان معناها لوبجيكتيف نتاعنا والمجموعه هذه من اللاعبين اللي جات من ليكيب اولمبيك اتسيتيرا وكذا نحاولوا باش معناها ناطروها ونمشيو بها يظهر لي كنا نجموا نعملوا مخير ما نقولش لا نجيو في الفينيش نتاع الاخراني لين دروات اللي عندنا فيهم سي اس اس اتوال ورا بعضهم نلقاو روحنا عندنا بوكو دو بليسي صارونا اصابات نتاع فخر الدين نتاع دريس نتاع خنيسي دونك حتى ملاعبي كي باش يلعب وخالد حاضر معناها وقعت لنا برشا بيرتيرباسيون معناها في الاختيارات وفي الشوا برشا ارباك مضروب يلعب ما يلعبش اتسيتيرا والكل بون اونتر اوتر معناها ماناش نقولوا كل شيء مي نقولوا هذاك هو الكل لكن هذاك الشيء اللي صار النجم نكون ربما تجاوزتني بعض الاشياء لكن عملت كل ما في وسعي باش خلينا نقولوا رجعنا الفريق ما نقولش الاشعاع نتاعو الكامل لكن تحط على السكه بعد سنتين معناها من 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 الغياب معناها على الشامبيونز ليغ اتسيتيرا وكملنا العام هذاك ولا بريفوني وقعت معناها هو العقد نتاعي محطوط حتى 2017
كملت معناها بعد ربما اخذوا رد بيناتهم اتسيترا وكذا، وكان القرار نتاع الاداره باش نكمل وكملت حتى يعني الفام تاع موادو ديسمبر كيما هكا بالضبط. به حمله الانتقادات مثلا اللي تعرض لها تو معين الشعباني ما هيش يعني ربما الوضعيه اللي تعرضت لها انت كيما هكا قلت في ديسمبر 2016 الحمله تو اللي نشوفوها ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل تعتبرها عادله في حق مدرب هز زوز تشامبيونز ليج؟ والله قلت لك انا في الوضعيات هذه الكل راهو ما نجموش نحكموا في التيار اللي موجود اليوم باللي ريزو سوسيو انا نحب رايك سي عمار. اي انا رايي في شخصي انا قبلتها ما عنديش معنى ما نجمش نقاوم انا الفليو هذايا لانه ماشي بكلها نزيه ماشي بكلها بريئه ماشي بكلها على خاطر معين الشعواني برك نجم تكون ربما خاطر الاداره ربما على خاطر كذا يعني فما العديد من التوجهات اللي موجوده معناها برشا توجهات معناها موجوده في الميدان هذايا تقول لي النتائج موجوده نقول لك موجوده النتائج بون ناس تشوف اوترومون شوف معناتها ماتش نول باش تقعد نفس الموال هذاك نتاع كل مقابله كل يعني كانه محتوم على مدرب باش يقعد يلعب وما يخسرش ديما يفوز يعني هذه هي تو حاجه مستحيله اللي هي حاجه مستحيله في عالم الرياضه بصفه عامه. بالنسبه لسي عمار هو تقريبا نذكر انا خذيت فريق ما بين قوسين من الركام خاطر خمسه خسائر على سته في الكاف وقتها في الترجي مش سهله معناها بنيت ليكيب والحق هذا معناتها التاريخ يحسب لك لكن يمكن ما يفرق بينك وبين معين شعباني حاليا انه جمهور الترجي تو غايب لانه ماتشات بكلو وقتها كان الضغط كبير عليك. مباشره نسالك سي عمار هل انه الهيئه كانت حميتك بصراحه لاخر لحظه نذكر ديسمبر 2016 كنت رابح زليزه ظهر لي ثم ماتش اثنين بلاش لكن كان ثم نقد جماهيري كبير، هل انه الملاعبيه شفناهم يجريوا عندك انت وقت تمرك البونتو، هل انه فما شق من كلون من النجوم بين قوسين انقلب لعمار سويح ولا؟ وهل ترى انه الترجي كانت بصراحه كانت تستنى في اقاله فوزي بنزرتي وقتها لابروفوني جمعه من زمان خرج وجاب بلاصته يبير فيلود في الاتوال خذا بلاصه عمار سويح هذا قانون اللعبه في الكوره لكن هل ريتها انه يمكن وقتها كان ثم معناتها مراكنه كان يستناو في حل بديل هذا اللي صار. بالنسبه لل ضغط الجماهيري بالنسبه معناها للملاعبيه على الاقل نحكي انا واضح قدامي انا في وجهي انا لانه حواراتي معناها مباشره مع الملاعبيه ما عنديش يعني حاجه ما نحكيش فيها مع الملاعبيه اتسيترا كسوا كل يلعب كل ما يلعبش اذا في ظهري انا حاجات انا اجهلها ايش معناها في ظهري انا؟ معناها نجم رئيس النادي يعيط الملاعبي يحكي معاه تصير يشاوروا عنده اكسبيريونس كذا او من المساعدين اللي معاك يحكي معاه نجم تصير انا ما عندي حتى معطى على شيء هذاك اللي قدامي انا كونه نخدم في ظروف ملائمه علاقتي نورمالمون برئيس النادي واضحه صحيح حسيت فما فتره نحيت ورجعت معناها خذوا قرار باش وما تمش قرار هذاك بعد كيف كملت الامور الكل كلامك صحيح موجود انا وقت نتفرج في التلفزه يلعب البنزرتي ضد تطاوي 2-2 سالوه قال كان يلقاهم مخير يجيبوا على الاطوار كان يلقاهم مخير يجيبوا انا وقتها في بريود مازلت في بريود داتونت كانت عندي رينيو مع رئيس النادي تاجلت ناجلوا التدريب ناجل انا ما ناجلش قلت تحب تاجل انت كاداره اجل مش معكي مع رئيس نحكي مع المسؤول على تحب تاجل تدريبات اجل انا الدات تاع الريبريز هذيك هي مش تقعد هذيك هي تحب انت كاداره تاجلها اجلها مش انا مش اجلها خذ انت قرار في الصوره هذه معناها هو صحيح معناها ما سيبوا ماء الا ما لقوا ماء معناها ما يلقى حاجه اسمها باش يرضي معناها الاحباء او عنده فيه ثقه باش يوصلوا الاهداف نتاعو سينا اون با لو شوا هذاك هو المدرب اللي احنا عندنا فيه ثقه بالرغم اللي معناها رئيس النادي معناها ممكنني وعنده فيه ثقه ودايور صارت مكالمه بيني انا وياه وقت نهائي هذا الشامبيونان ونفس الكلام اللي كنا نحكيو فيه تطرق له وحكى معايا ويل ماري كونفورتي اتسيترا وكذا اعتراف بالجميل منه الى اخره دونك هذيك هي قانون اللعبه يعني ديما انا نقول راهو المسؤولين على الجمعيه ما يخموا كامل على جمعيتهم ومن حقه باش يخمم هذا اللي قانون اللي انا قلت لك راني شوف ليسونسيال تعطيني حق حق السبان وحق كذا نخلص فيه والاخر بكله هذاك حقك انت باش تخمم لمصلحه جمعيتك المهم ما فيهاش كيما نقولوا مس من قدرك ولا من كذا وهذاك الشيء اللي صار معناها في ظروف دونك نقبل اللعبه عادي ما عادش عندي ما جابش داير مثلا اربع سنين هذه اول مره في تونس نحكي الموضوع هذا حكيت فيه قناه اجنبيه وما ثماش بوليميك والناس تبعت علاش فماش بوليميك ما جابش سير بوليميك علاش سير بوليميك نخرج من جمعيه كاسكو سافا شنو باش يعمل
كي باش نشوش على جمعيه ولا باش نعمل شو شو ما يصير شيء صار سير ريان خاطر انا ما نحبش نكون نشوش عليه باش نشوش على الناس علاش وبريتو وين خدمت الحمد لله خرجت داير هذايا المكسب هذايا كيف تخليه انت معناها علاقاتك باهيه ماهوش شويه زاد راه ماهوش كان النتائج ماهوش شويه باهي مازلنا مواصلين معاك سي عمار احنا حتى للاربع نحبوا ناخذوا رايك في مسيره معين شعباني مثلا اللي انت تعرفه مليح معين خدمت معاه بون سي كالكان اللي عنده معناها فما ان بروفيل نتاع نقولوا احنا نتاع يعني ان غرون مسيو ينجم معناها يمشي لبعيد مي السيتواسيون دخل فيها صعب له شويه المسيره نتاعو يعني نورمالمون احسن مسيره تكون لما تكون تدريجي تطلع بشويه بشويه سيتيرا وكذا بدا الفوق هو بدا ديجا هو في السمي طلع البار دونك البار الفوق بالنسبه له كيفاش يتعامل معاه اثنين خلينا نحكيو معناها على الظروف هذه الكل كيفاش تحب انت فريق يتطور هو ميرانيش ميرانيش براتيكمون انا قداش تو شامبيونز ليغ ريكوبيراسيون ديكراساج بالاريتي ماتش العب ورا بعض الشيء ما فهم ماكش باش تشوف معناها خدمه نتاع اونترنور سي سيونس في الجمعه مثلا تخدمهم باش تحسن لي زوتوماتيزم نتاعك وتطور الفريق نتاعك اليوم هذايا لعب ولات فيزيوناج سوان كذا كلام حديث والاكسبرتيز نتاع الملاعبيه هي اللي باش تشوف تحل المشاكل باش تعمل وهذا بكله نظري ما ثماش حاجات معناها تطبيقيه على امتداد معناها الفرق الكل معناها العمليه نجم نقول لك في بعض الاحيان فيها جانب سهل هو كونك ما تعملش سي سيونس دونترينمون في الجمعه باش تحضرهم كل يوم كما كنت نحكي معاك انا ويلزم الملاعب يكون موتيفي باش يبدا يحط احسن ما عنده في الانترينمون ويخدم بكذا بكذا وصعيبه في الجيستيون معناها اللي ماتش ولا ماتش والنتيجه تحكم اتسيتيرا وكذا دونك لما يكون عندك مخزون نتاع ملاعبيه باهين وكل وكذا تنجم يعني تحسن معناها. زيد على هذا معناها معين مازال في البدايه معناها يعني في الشهيد نتاعو مازال في البدايه نتاعو في التكوين نتاعو اون باراليل هو بيدو قاله ما نحبش انا باش نقول معناها الامكانيات موجوده لكن لابد من معناها من الامكانيات معناها النظريه اللي باش تخليك تعاونك في الجيستيون وفي التعامل هو قاعد يكتشف في الكوره بالميدان بالعمل الميداني زميل خالد يقراه خالد ديجا لا سي عمار لمصلحه معين الشعباني ولا خالد مولي ولا غيره مثلا خلينا ناخذ راي خالد سي عقبال خلينا ناخذ راي خالد شنو ما اخذك على معين بخاطر تبارك الله عليه الناس كل تشكر خلي ينقدوه معنا مثلا وانت صاحب خبره وكنت مدرب ولا خدمت معاه ما يصيرش خليك قلت لك حتى لما عملنا كمساعد معايا وكل كذا وحكينا كيفاش باش نخدمه كيفاش نعمل حاطين الحروف على النقاط سي كالكان اللي ابريتو انا جو ديليغرا مانيش من الناس اللي نعطي فيش لونترونور نقول له تخدم لي هذيا والا لا ما تعملش والا لا ما تبديش رايك والا لا نسمع وناخو نجمو نتخالفوا نجمو كذا حتى ساعات يقول لي توتش هي يقول له اخدم على روحك نشوف ونعطيه لا ليبرتي باش يخدم نعطيه الحريه باش يخدم مانيش من الناس اللي نبلوكي معناها ستاف ونحكي وناخو رايهم وبين الشوطين ناخذ رايهم وكي نبدا لابد فما الكوميونيكاسيون خاطر سي با فاسيل باش تجير ماتش انت قدام 60,000 متفرج وملاعبين ما عادش يسمعوك ما عادش كذا يكون محضر كل شيء وباش يعاونوك يعطيوك لي زونسيان جوار اللي لعبوا كوره وكذا عندهم العين اغلبهم عندهم العين وينجم يعطيك فكره ينجم يعطيك حل ينجم يعطيك معين والا خالد والا برشا اللي عندهم الاسبري هذا وانا توجور جي ديفوندو لي زونسيان جوار هما اللي اكثر ناس يلزمهم يكونوا في المشهد الرياضي بالطبيعه لما يكونوا متكونين محضرين انفسهم مجهزين انفسهم الشيء هذا معناها في الوضعيات هذه الكل اللي حكيتها لك في الظروف هذه يخدم وثم نتائج اكيد ربما ثم اخلالات ما نجمش انا نعرفها من برا ما نجمش نعرفها ربما في جيستيون في التعامل فما حاجات ما تخرجش في العلاقه مع الملاعبيه في كذا نجم تكون ثم بعض الاشياء معناها من الحاجات هذه لانه الوضعيات هذه تاثر معناها على المدرب نسبيا وتنجم تشوش لكن كمعناتها كإطار نعرف اللي عنده من الإمكانيات ما تخوله بالفكيو نتاعو كمدرب نزيد نرجع منها لحاجة أخرى نحكيه على حتى أو لا خالد هو موجود أنا مش أنا في سيدي بوزيد وقاعد أنا معين قلت له أنا سيت أن بو ريسكي خليش تحبو يعمل قلت له بو يختار شوي علاش خاطر كل واحد وظروفه واحد يجيه ظرف يلقى روحه في جمعية الأولى بتاع الشامبيونز ليغ كذا واحد يزمو يلوج على الفرصة باش يخدم لكن تجيك فرصة ابريتو النجاح ماهوش راهو نتاع معين واحد ولا نحبوا ناكلوا فما اداره فما ستاف فما كذا اختيار هي كيستيون نتاع شو خالد ناخذ رايك مثلا الوضعيه فيها معين ما يدربش برش اونشينمون نتاع ماتشوات ما عندكش وقت التدريبات
يزمك ريكوبيراسيون برشا فيزيوناج وضعية صعيبة نوعا ما معناها خالد. هو هذا فينا فترة تو نحكيو راه نحكيو على الكوفيد تو الشامبيونا واقفة يعني رجع في الكوفيد ما عندكش ما عندكش ما تعرفش على الشامبيونا وقتاش باش ترجع ما عندك حتى بون شوف صحيح تو كلام سي عمار في فترة معينة وقت اللي عندك شامبيونا تشامبيونز ليغ هذيك ما فيهاش كلام واللي ما عندكش شوا عندك شوا الوقت الكل للريكوبيراسيون هذه ما فيهاش كلام بتبقى العمل اللي يولي نظري أكثر بازي على الفيزيوناج على التعليمات ممكن الفرديه الملاعبيه لريونيون هذا فهمت اما وقت اللي يبدا عندك هذا الفتره اللي مبان نحكيو باش نحكيو على الترجي هذه الفتره من ماتش الزمالك اليوم الفريق بريسك مرتاح وما لعبش دي جران ماتش وما عندوش كالوندري شارجي برشا دونك ممكن في فتره ما صحيح لكن الفتره الحاليه لا لكن انا حسب رايي نظرتي انا وسي عمر هذا يعرفك ممكن اكتشفوا في الترجي هي البريسيون انورم وقت اللي يولي فما المدرب الناس الكل تغزر له حتى على ماتش ميكال حتى على مقابله تطبيقيه الناس كل تقف وكيفاش وعلاش وما فماش اوتوماتيزم دونك الفوكاليزاسيون الموجوده توا على معين والبريسيون الموجوده هي حتى اللي تصعب عليه هو كجيستيون تصعب عليه فهمت مش كي تبدا مدرب مرتاح والناس تدز معاه نحكي على الجمهور خاطر هو معين عنده السبور نتاع الاداره وهذا ممكن اللي خلاه لليوم يكون موجود هو اللي وراه ناس مسؤولين يعني بتم معنى الكلمه مسؤولين هذا المدرب نتاعنا الى فوالا عندهم ثقه فيه فوالا دونك هذا شنو حبيت نقول يعني الترجي من الفرق الصعاب ياسر والجمهور الحقيقه تري اكزيجون في الامور هذه نتاع الريزولتا يحب ماذا به ريزولتا مانيير تغيب حاجه منهم كيما نقول لك تقسم ولي الناس معاك ضدك دونك يفو ماهيش حاجه سهله يفو سافوار جيري انا قلت لك ان معين لازم يكون فرحان اللي وراه مسؤولين الحقيقه اللي حد الان وراه وعندهم الثقه فيه هو الوي دو جيري تاو الحكايه هذه انه يحسن الفريق نتاعو طونك يبدا وقت يبدا عنده وقت بون صحيح في جيه فتره باش تجيه وهذا جي الفتره جات تو بارتير من الجمعه هذه شو اللي عنده ثلاث ايام كل ثلاث ايام ماتش لكن نجم يكون حذر روحه على بكري ما ناخذوش ماتش ما نجم نجيو على ماتش ونركزوا ونقولوا لا كيما باغ اكزومبل ناخذوا الماتش الاخراني ناس كلها لا تغزر الدوزيام ميتون سيت البروميير ميتون فهمت دونك لازم حتى العباد يكونوا عندهم نظره اوسع من الموجوده واضح مازلنا مواصلين في سبور ماكس حتى للخمسه مع ضيفنا عمار سوية حتى للأربعة متاع العشية فصل صغير ورجعين اسمان يمتع الليل حاتم بالحاج يحاوت النهار اي خويا انا كمواطن زادة ما عنديش الحق نحيلي خطية ب 99% في ساعة بأسلوبه الخاص في مع حاتم هذه كلمة تونسية انا معناها تعجبني برشا هي التزأبق هم قاعدين يتزأبقون وهكم تراو معناها عاصمة التزأبق في العالم هي موجودة في مجلس النواب باردو اي اف ام احلى راديو 10 11 12 10 11 12 10 11 12 احفظهم شربت ماء قيدهم في ورقه لصق في بيتك تصرف المهم ما تنساش 10 11 و 12 ديسمبر مع اريدو ثلاثة ايامات مش كي سهل الايامات على خاطر الربح فيهم 15 مليون كاملين شارجي بثلاثة دينارات ولا اكثر وكون من ربحين وكي تشارجي على ابلكيشن ماي اريدو تقوي حظوظك في الربح 100 مره وبتبيعها قد ما تشارجي قد ما فرصتك تكبر اريدو عيش الانترنت انتم تسمعوا في سبور ماكس مع إيمان جلاند ماضي 53 دقيقة على FM زنا مواصلين مع المدرب عمار السويح ضيفنا لليوم كوتش نحب ناخذ رايك بسرعة في انتدابات الترجي شنو ينقص الترجي الفترة الحالية للمراهنة على لقب الافريقي للشامبيونز ليج وهل انه قادر باش ينافس الاهلي والزمالك خاصة بعد المستوى الكبير اللي رناه في نهائي القرن ولا شكون لك ركزت برشا ما ركزش على الوضعيات اللي شفتهم من بون الانتدابات مثلا كيفاش تقيم؟ انتدابات شكون مع علاء الدين المرزوقي فما حمدي النقاز عودة غيلان الشعلالي غيلان سي معناها نسيم بن خليفة نسيم بن خليفة نسيم بن خليفة يعني نشوف انا اللي ما يجمش يكون بدري وانت وقتها اول ما بدا عندك بدري جديد اي البدري
نفس البروفيل. بون انا عهدي ما عنديش عليه فكره، عهدي به من اللي كان في ليكيب ناسيونال جونيور ولا كاديت في سويسرا، وخذا بتاع ميور جوار في شامبيونات دوروب وشامبيونات دو موند، حاجه كاس عالم للصغر بعد لي بيردي دو فيو، ما عنديش فكره. دونك من الميزه اللي كانت عند الترجي هو لاتاك، معناها اللي فيها دي جون كرياتور كيما البلاي اللي كيما نقعدوا نحكيو ديما على القديم وكذا، يعني اللي في كل وقت معناها ينجم يعمل لك الديفيرينس. اليوم فما نشوفوا كان لوني اللي قادر باش يعمل لك الديفيرينس هذيك في الاتاك، بطبيعه الحال وسط الميدان ينجم يتطور، نجم يزيد يتحسن في الدفاع، قاعدين يلقاو يلوجوا في الحلول. دونك نشوف اللي الامور ما هيش كافضل ما يكون لحد الان بالنسبه معناها على مستوى معناها الشامبيونز ليغ، اموان كو هذاك برشا معناها ريغور وتكون فما معناها خدمه كبيره برشا برشا باش الفريق يوصل معناها الى مستوى معناها بتاع تنظيم معين بتاع لاعب معين. لكن نشوف اللي بالرغم اللي تو سلو مارشي لوكال فماش حاجه كبيره. دونك الترجي من لي تراديسيون تاعها كونه عاده حتى كي تخدم لاعبيه تاخذ لي ميور اللي في الكلوب نتاعها، مثلا ابريتو النجاز خبره، ابريتو المرزوقي معناها عمل باركور لاباس به معناها كي كان في ستاد تونيزيان، خول له باش عمل ستاد تونيزيان للسي اس اس، خول له باش يعمل مشاكل. وتعرف انت الشق الهجومي هذا عندنا في نقايص كبيره في تونس. دونك نتصور اللي ما عادش البوزيسيونمون تاع بن خليفه، ربما في بعض الاوقات الخطه تتغير الى 4 2 3 1 ربما تكون افضل، حتى يكون هنالك يعني الطابع معناها بتاع تنظيم اللاعب معناها يكون افضل، والطابع الفرجه بالنجم معناها يتوجد لما تكون فما انتوج تكنيك اكثر في وسط الميدان وفي الهجوم. دونك سي شيء معناها مازالت ناقصه معناها الانتدابات. اكيد حسب اكيد انا نتصور لابد باش تكون معناها افضل من هكا، لابد باش تكون معناها افضل، كانت نجم تكون افضل مركز ولا اثنين اللي نحكي على مستوى الشامبيونز ليغ. باهي لضيق الوقت نحب ندخل معك في موضوع اخر، هو انه انت ناشط فيسبوكيا سي عمار، شوفوك ناشط. والله خذيت تجربه، هي عملتها كتجربه. ايه مول يعيشوا في الخليج ما فماش برشا ديزاكتيفيتي برا، دونك يقعدوا في الدار وفيسبوك البلاتوات. ايه نعتبر ان الباج نتاع الجامعه نتاعنا. ايه لان منظوري الجامعه لا محال على شفنا برشا تعليقات من نوع مثلا الجامعه تهامش مهنه المدرب، لغه جميله وممتازه في مجال الهوات ولغه لا تبارك الله معناها لغه ريشه تعبير. طلبت من كيفاش قلت طلبت من الفنيين تحسين صوره المنتخبات الاعلاميه، وصلت قلت انه الجامعه خلقت فتن بين الانديه. هذا في تعليقاتك اللي نشوفوا فيها على باج الجامعه. عملت يعني تعليقات لانه بصراحه وقلتها وكان عندي موقف فيما يخص الوضع فيما يخص معناها الازمه نتاع الشاب، كان عندي فيها موقف، انا خذيت فيها موقف اللي هو انا متضامن مع الشاب، متضامن يعني تضامن كلي ما نقش فيه. فما تعسف في تطبيق القانون على هلال الشاب؟ انا ناخذ من الاخر نحكيو معناها كوره ونحكيو امور واضحه اكثر. القانون ما اليوم الناس فما شق معناها يحكي بلغه القانون، والقانون القانون هو نتاع تسديد ال 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 الخطايا قبل ما يبدا الموسم، هذا القانون. القانون هذا مش معمول به من 30 سنه ولا 20 سنه، مش معمول به موجود ونوار سير بلان، لكن ماهوش معمول به. نجي اليوم بين عشيه وضحاها نجبد الاوراق ونقول القانون ونأكد لك ان شاء الله ما نكونش غلط. ريت المشكله هذه اللي صارت وخذوا الكيتوس وزم خلصوا الخطايا، فما اخلالات لان الناس ما عندهاش فلوس، الناس ما عندهاش فلوس وفلوسك مضمونه، فلوسك مضمونه معناها الحلول كانت نجم تكون موجوده. دونك هذا المنحلول هو كونه معناها الوحده نتاع القانون وما قانون ما كانتش موجود. نجي للمنحى الثاني اللي هو الانطلاقه اللي بدات هي التدوينات. تدوينات وحديث ديجا حتى على مستوى القانون يقول لك انت باش عملنا الكوميسيون، صلح لي بعض الامور خاطر انا اسكو كانت هي كوميسيون دو ديسيبلين وزادوها فير بلاي والا من اولها هي كوميسيون ديسيبلين فير بلاي، لجنه التاديب مستحثه هي ماش قديمه، فهمتني؟ اول مره تقريبا رئيس جامعه رئيس نادي ولا مسؤول رياضي يتعاقب على تدوينات فيسبوك. لا نحكي على التسميه نتاع الكوميسيون دو ديسيبلين، تراهي من اولها اسمها ديسيبلين والا ديسيبلين وفير بلاي. لا مستحث هذا ما تم تحويلها في جلسه عامه ماشي قديمه. تحويلها في جلسه عامه باهي، معناها كلمه فير بلاي دخلت الروح الرياضيه. الروح الرياضيه باهي، شنو اللي رينا من دور الجامعه في الروح الرياضيه كسنسيبيليزاسيون يناقش في المباريات؟ القيش لافتات تحكي على العنف، القيش لافتات تحكي على العنصريه، لا القيش النفتات تحكي على تلاعب النتائج،
القيش لفتات تحكي على باش نتهجم على الانستانس ما فماش معناها كامل اجدر كونك باش نحط النصوص نتاعي نحطها كامله اليوم الوافد الثقيل الجديد للريزو سوسيو اللي دخل هو اللي عمل المشكله هذه وزاد عمل المشكله الاخر تدوينه نتاع وزي وليت مشكل مع 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 جامعه لما نشوف المشكله تاع ابو شماو فسرت نفس الشيء تدوين بلاغ بلاغ صارت مشكله دونك التعامل مع الوضعيه هذه خلينا في اشكال المفروض انا جونتيسيب نحط الامور واضحه الباس سبونسوريزي هذا لانه وقفت عند انا هو ديجا توا مازال النقاش في الطاس على مشكل التدوينات لو تاج جبتوا فيه ولو الطاس باش تمشي ربما مع الهياكل نتاعها دونك ديجا فما اخلالات دونك هنا انا ديما كي نجي باش نحكي في موضوع نحكي ديما نشوف كيما انا انترنور انا نتحمل رئيس الجمعيه يتحمل اللي فوق هو اللي عنده القسط الاكبر في حلان المشكل دونك انا جو دو انتيسيبي نزيد نمشي معاك لبعيد نزيد نمشي معاك لبعيد نجي في القوانين القديمه ومن نفس المجموعه اللي موجوده كان الحكم وقت التحكيم هي اللي تحكم التلفزه لا بعد لا التلفزه بالفيزيوناج الفيزيوناج باهي وبعد باش نوريك ما ادهى وما امر اللاعب اللي يعمل حركه لاخلاقيه للخص وقت غادي جات حركه لاخلاقيه الفريق ولات قضيه وقت اللي هذه المفروض هذا كل على شنو يدل هذا يدل اللي اون با اونتيسيبي ما كانتش الامور معناها منظمه باش نتفاداو الاخلالات هذه نزيد نمشي معاك قوانين انا كنا في السعوديه نطلع سيت تاع السعوديه نلقى قوانين مكتوبه بالعربي بالانجليز عالسيت مكتوبه على اللجنه جون جور على الملاعبيه على القوانين على النقل نتاعهم على القانون الداخلي كل شيء موجود متوفر على البلاتفورم نتاعهم احنا مش موجود وقت اللي انت لو كان القوانين هذه كانت مترجمه توليناش عندنا مشكله نتاع ترجمه اجتهاد نزلوا ورقه باش نترجموها توا وغدوه وبعد غدوه نورمال مورا نترجموا الفرق الكل عندها شيء هذا في ده هذا نتفاداو به برشا مشاكل دونك نرجع لك القانون نتاع اللي حكيت لك عليه انا نتاع لاعب يعني يقوم بحركه اخلاقيه للمنافس وما يحطش معناها وتصير حركه اخلاقيه للفريق متغشش خاطر سبوه باش يعمل الحركه ولا قضيه ومشكله بين تلفزه وفريق الى اخره وتغير القوانين في وقت اللي هي مفهومه انت لما لاعب يسب ملاعب قدام حكم صعب في الملعب يعطي ورقه حمراء صفراء يضرب يعطي ورقه حمراء اش معناها هذا؟ باش نوريك كيفاش القوانين ما نلبسوهاش من اللون نحطوها نقعدوا في به نزيد نرجع للعلاقه اليوم اللي موجوده في المشهد الرياضي بين سلطه الاشراف وبين الجامعه وبين رؤساء الانديه قبل الثوره نعرفوا كانت الدوله حاطه ايديها الى اخره بعد الثوره اصبحت امور اخرى وانا اول من نادى باش يقع الفصل بين سلطه الاشراف والجامعه خاطر عشت ونعرف الوضعيات قصاو رؤساء الجامعه من سلطه الاشراف قبل فهمني دونك هذه عمليه دونك العلاقه اللي انا كنت نحبها بين الجامعه ورؤساء الانديه هي علاقه تشاركيه ماهمش يعني قاعده ماهمش قاعده نورمالمون ريت كوفيد موجوده نقعد مع المسؤول مع رؤساء الانديه شو لازمنا نعمل علاش كيفاش البلان ا اللي باش نمشي نعملوه مشينا به مجلس النواب نقعد مع رؤساء الانديه وناخذ رايهم ونلقاو الحلول الحوار ثم ميثاق ثم ميثاق بيناتنا ما تيش قدر رئيس نادي ما تيش قدر رئيس جامعه ما تيش قدر وزير هذوما الكل المتداخلين باش يكملوا بعضهم مش يخدموا ضد بعضهم اللي نشوفه انا مثلا في الشابه اليوم كانها عركه بين جامعه وجامعه مش عركه بين جامعه وفريق مش عركه بين جامعه وفريق بين جامعه وجامعه خلينا نكمل لك وقت ما هو كان زيدنا ربع ساعه ولا حاجه عركه بين جامعه وجامعه نمشي للاخر اليوم شنو هو اللي صار في الاخر بكل شنو هو ربح كره قدم التونسيه في الازمه هذه ربحنا منها حاجه بالعكس خلقنا منها مشكله باش نخلقوا جيل في مكان اسمه الشابه ناقم على الدولة واضح شكرا لك سي عمار احنا ما ناش في حاجه ليها الاخبار سي عمار ما ناش في حاجه ليها وتقعد معانا تكمل معانا 10 دقائق لا من جد انا عندي خاطر حضرت حتى في كونفرنس دو بريس انا نتاع 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 الشابه تحب نسمع منه ومنه انا مش معقول بشدوا في كلمه خاطر الكوميسيون ولات عركه بين معناها كوميسيون جيديسير منه وكوميسيون جيديسير منه ما عادش كوره ما عادش كوره اليوم شو ما ذنب الملاعبيه هذوما شو ذنب الجمهور شو ذنب التاريخ نتاع البلاد هذيك معناها صعيب علي ما قبلتهاش صراحه مش قبلها مش قبل والله توفيق اسمه توفيق المكسر فما كذا اوكي نمشي معاك اما كفريق ما نجمش نقبلها قلت انا في وقت من الاوقات كانك سكرت ليسي والا جامعه بصراحه
مخي ما ينجمش يستوعبها. نزيدك لين نزيد نفس الوضعيه هذه مر بها ودي عجري في 2015 ونفس المواقف نتاعو كانت موجوده، وقال اللي عايش حياته ديكتاتور، وقال اللي معناها الكوميسيون تاع 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 الكور من خايف منها على خاطر من الكاميرون، وعاودت له بعد 48 ساعة ظلم في الحكايه هذه فهمتني. وقال زاد اذا تحب تلبس هذه باش تكون امين مع نفسي، يعني تهجم على لي زانستانس ما تركبليش حاجه غلطه. وقال العلايمي خايفين اللاعبيه يتخطاوا، قال لو اللاعبيه نتاع تونس يتخطاوا هذا يتسمى قرار جنوني. خوفنا خاطر تخطى الملاعبيه وتخطى الاستجابة مع برك وما تخطاش الملاعبيه. العلايمي كيما عندي توا قال قرار جنوني، فما بالك توقف فريق تصعد الدرجه الرابعه. شكرا لك سي عمار، وسعداء جدا احنا بحضورك. جاوزنا الوقت وقت الاخبار، نعتذر من زميلتنا سالمه هلال على تجاوز الوقت. شكرا لك، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم فاصل، وراجعين في ساعتنا الثانيه من سبور ماكس.